مع أشواطنا الصباحية المميزة اليوم وفي هذا الصباح الجميل، هذا الصباح الذي يشهد هذه المنافسات القوية، هذه المنافسات النارية التي نشاهدها على الهواء مباشرة بين الأخوة الملاك والمضمرين، منافسات قوية وتوقيتات زمنية تسجل. المركز الرابع حصل في المركز الرابع مكرم لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني بقيادة المضمر حسين بن محمد بن سفران. تهانينا وناموس لجميع الفائزين، وننوه لجميع المشاركين الأعزاء في هذا الصباح بأن كوادر طبية من وزارة الصحة متواجدين في أرضية ميدان الشحانية للقيام بفحوصات عشوائية للكشف المبكر عن كورونا، وعلى من يرغب بالفحص التوجه إلى خط الانطلاقة. نشكر وزارة الصحة العام من وزارة الصحة على تواجدهم اليوم، ونشكر أيضا إخواننا الملاك الهجين والمشاركين على التعاون مع وزارة الصحة. نتمنى إن شاء الله السلامة لجميع المشاركين وللحاضرين والصحة والعافية بإذن الله تعالى. ويستعد في هذه اللحظات الشوط الخامس للانطلاق، شوط مفتوح، وأرحب بأخي وزميلي حمد بن محمد الزعبي معلقا على هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم مع هذه الانطلاقة الصباحية ومع أول أيام هذا المحلي الأول وبداية هذا الموسم. كما سبقني زملائي المعلقين نشكرهم جزيل الشكر، ونبدأ مع مجريات هذا الشوط. شوطنا الخامس هو شوطنا الذي نشاهده على شاشة قناة الريان الفضائية، كما نتابع هذه الشعارات. ونبدأ بداية مع المركز الأول ومن تحتل القيادة، هذه قشمرة لهجن الغرافة وسالم بن عامر المدهوشي يقودها في التضمير ويبحث أيضا عن النقطة الرابعة في هذا الصباح. ننتقل للمركز الثاني، الوصول والتواجد هنا من عشم لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني محسن بن علي بن مبارك الفراج في التضمير. ننتقل للمركز الثالث، الوصول والتقدم من العقربية لهجن الغرافة وسالم بن عامر المدهوشي يتابع. ننتقل للمركز الرابع، الوصول والتقدم هنا من مرسى لهجن انتاج ام الزبار وعبد الله بن علي بن حمد بن سلامة في تضمير. هو المركز الخامس، الخامس وصلت القنصلية لسعادة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز الثاني محمد بن عبد الله بن ناصر الحفيظ في التضمير. نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى الامتار الاخيرة والكيلومتر الاخير، نتجاوزه من حيث لا نعلم، والثمانمائة متر الأخيرة هي المتبقية، والأمور هنا تسير مع شعار الغرافة مع غشمرة، غشمرة لهجل الغرافة، هجل الغرافة تريد النقطة الرابعة في هذا الصباح. يا السلام، لا يفوتنا إلا أن نهني مالكي هذا الشعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، نعم الداعم لهذا الشعار بالأشواط الماضية. وهل سيفعلها المدهوشي في هذا الشوط أم لبقية المشاركين كلام آخر؟ أرى هنا القدوم، أرى القدوم والمكثف من الخلف، ولكن غشمرة، غشمرة مع المركز الأول، غشمرة مع هجل الغرافة، معاك يا المدهوشي. ولكن شوف اللي وصلت، شوف اللي تقدمت، شوفوا حملة رقم 13 القنصلية، القنصلية تغير، القنصلية، القنصلية غيرت مجريات هذا الشوط، غيرت مجريات هذا الشوط القنصلية لسعادة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز الثاني. ولكن 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 غشمرة، شوفوا 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 المركز الثالث، شكرا يا مخرجنا، شوف المركز الثالث، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، ولكن القنصلية، القنصلية، القنصلية تفوز بناموس هذا الشوط. تهانينا لسعادة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز الثاني، التهنية موصولة لمضمرها محمد بن عبد الله بن ناصر آل حفيظ المري. المركز الثاني وصلت في غشمرة لهجن الغرافة، المركز الثالث وصلت شروق، تأخرت بها يا المدهوشي، نعم هذه شروق، وصلت في شروق هذا الصباح على مستوى المركز الثالث لهجن الغرافة. أما المركز الرابع فوصلت على المركز الرابع حفلة لهجن الغرافة. المركز الخامس وصلت على المركز الخامس وسيمة أو وسمية
لهجن إنتاج أم الزبار. إذن مشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم عبر شاشة قناة الريان الفضائية، نرحب بكم مرة أخرى في هذا الملتقى وفي هذا الموسم، موسم 2020-2021، الذي نسأل الله العلي القدير أن يجمعنا على محبة وعلى عز وعلى خير في بلد العز بقيادتنا وقيادة هذه النهضة. من يقودها؟ سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. وهذا هو ملخص هذا الشوط الخامس ولحظة وصول القنصلية إلى خط النهاية. بعد تهنياتنا الخاصة لمالكها، قاطعة مسافة 2 كيلومتر في زمن مقدار دقيقتين 58 ثانية 98 جزء من الثانية، مرة أخرى نهني مالك القنصلية سعادة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز الثاني الثانية، موصولة لمحمد بن عبد الله بن ناصر على حفيظ المري من قادها إلى بر الأمان. المركز الثاني غشمرة، قاطعة المسافة بدقيقتين 59 ثانية 6 أجزاء من الثانية، تهانينا ناموس الهجن الغرافة الثانية موصولة لسالم بن عامر المدهوشي. أما المركز الثالث فوصلت شروق، قاطعة المسافة بدقيقتين 59 ثانية 14 جزء من الثانية، تهانينا وناموس أيضا لهجن الغرافة.